السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، إليكم فيديو جديد من برنامجكم لحظة بلحظة. انقطاع المياه من أول الشهر عن سكان هذه المناطق بالقاهرة الكبرى. نبهت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة سكان بعض مناطق القاهرة الكبرى إلى أنه سيتم قطع المياه عنهم على مدار يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل. وفي بيان رسمي كشفت الشركة عن أماكن قطع المياه بعد غد الثلاثاء الموافق أول شهر مارس المقبل وسبب قطع الخدمة عن تلك المناطق والإجراء الذي ستتخذه الشركة لتوفير بديل مياه للأهالي خلال تلك الفترة. وأعلنت أنه سيتم قطع المياه عن مناطق المرج الغربية، العزبة البيضاء، المرج الشرقية، الفلاحة، عزبة النخل الشرقية، كفر أبو صير، كفر الباشا، البركة، الأمن المركزي، أبو حشام، وذلك من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة 10 مساء اليوم ذاته. وكشفت الشركة عن أسباب قطع المياه من المناطق المشار إليها أعلاه، وهو القيام بأعمال لحام توصيل خط المياه قطر 1200 ملي متر، لزوم تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج. ومن جهتها أهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات والأهالي توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة. انخفاض أسعار اللحوم في رمضان ونستعد لضخ كميات كبيرة في الأسواق. أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن جميع السلع ستكون متوفرة مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في ضخ الدواجن بالأسعار والأسعار ستستمر في الانخفاض. وأضاف عبد المنعم خليل خلال حوار ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض ضمن آخرين، مؤكدا أن أسعار الأرز ستكون أقل من الوضع الحالي وهناك وفرة في المعروض منه وسيتم ضخ شحنات جديدة بالأسواق. ووجه المهندس عبد المنعم خليل رسالة إلى المصريين قبل قدوم شهر رمضان قائلا: بلاش نخزن السلع ولا نتكالب على المواد الغذائية والكميات الموجودة في السوق كبيرة جدا، لسه متعاقدين على كميات كبيرة من الزيوت أيضا، والقمح متوفر ونبيع للقطاع الخاص والقمح يكفينا الإبريل القادم مع بداية الموسم الجديد. وعن أسعار اللحوم قال: في رمضان المعروض كتير وأسعار اللحوم هتنزل وفي كمية كبيرة داخلة السوق المصرية عشان رمضان. وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة، أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد من برنامجكم لحظة بلحظة.